الرحمن الرحيم، باسمه نبدا وعليه نتوكل، منه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم اجمل تحيه من هنا من ارضيه ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء المخصص للسن الاذاعي لاصحاب السمو والشيوخ. مسافتنا 6 كيلومتر، اعداد الاشواط في هذا المساء 16 شوط متفرغه ما بين الابكار والجعادين، ما بين المحليات والمهجنات. ينطلق الشوط الاول، والشوط الاول مخصص للاذاعه الابكار المحليات الاصايل. انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط وفي الاشواط القادمه. بنسير وياكم مع مقدمة هذا الشوط مع مسافة 6 كيلومتر، وبنشوف الآن لي على مقدمة هذا الشوط الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني العاند لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أحد بطاحلة التضمير سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة البشاير. عملية التضمير والتدريب ترجع إلى السيد عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز السابع، المركز السادس من الجانب الثاني، نشوف اللي على المركز السادس في هذه اللحظات الناوية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان بقيادة المضمر يمع بن عتيج بن كسلة الرميذي. المركز السابع الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطار بن مايد الخيلي. المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز التاسع، المركز التاسع عملولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز العاشر الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، وراء الصراع على المقدمة والتغيير طرى وجرى في هذه بين هجن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وهجن البشاير. يا سلام، قادمة من سلطنة عمان من ميدان بشاير للمشاركة هنا على أرضية ميدان المرموم في هذا المساء الحلو الجميل. نشوف ناخذ اللي على المركز الاول، العاند لا زالت مسيطره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقياده المضمر سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. وفي المركز الثاني نشوف هجن البشاير مع الظبي، الظبي لهجن البشاير بقياده المضمر عبد الله بن محمد بن طويرش الوهيبي. يا سلام يا هجن البشاير، تبشر بالخير، تبشر بالناموس في هذا الأداء الجميل في هذا المساء الحلو الجميل من يوم الأربعاء. ننتقل إلى المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز السادس الناوية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر يمعة بن عتيج بن كسلة الرميث المحترف في التضمير مع الناوية اللي على المركز السادس. وفي المركز السابع الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثامن هملولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
المكتوم كابتن الطيارة عبد الله المسافري في التضمير المركز العاشر، المركز العاشر البيداء لسمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيب بن محمد آل نهيان بقيادة مضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة، بنروح مع المقدمة، بنروح مع الظبي. يا سلام يا الظبي، هذه الظبي تذكرنا باسم صالة وجالة على أرضية ميادين الدولة. الظبي المملوكة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان ليضمرها عيسى بن سعيد الخيل يم السيوف. هذا الاسم يذكرنا يا بن طويرش، حافظ على هذا الاسم، على هذا الأداء. ها هي الظبي لهجن البشاير، هجن البشاير تعود لسيدي صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد مالك هجن البشاير. مرحبا 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 بهذا الشعار ومالك الشعار في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ها هي الظبي، ها هي هجن البشاير تسجل حروف من ذهب في دولة الإمارات، في المملكة العربية السعودية أو في سلطنة عمان. هجن البشاير معروفة، معروفة بأداها المتميز، بعطاها المتميز، بهذا العرض الجيد الذي تقدمه هنا في هذا المساء. ها هي الظبي لهجن البشاير بقيادة المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي. يا الوهيبي يا بن طويرش، ركز، التركيز مطلوب. وها هي البشاير ضيفة على أرضية هذا الميدان. الظبي الظبي ضيفة، والضيف يتكرم، نباهات تتكرم بالفوز بالأداء المستحقة. يا سلام، ضيفنا يوم يضيفنا من ضده. يا سلام يا سلام يا الظبي على هذا الأداء المتميز. لكن هنا، هنا الكلام، هجن العاصفة وصلت، وصلت، وصلت العاصفة، وصلت العاصفة، بدأت تعصف على المركز الثاني في هذه اللحظات. عينها على المركز الأول، غادمة مع المركز الثاني والثالث. يا سلام لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام، 1200 ما تبقى عن خط النهاية. وها هي الظبي رمز العطاء على المقدمة، العصارة راقدة في البطانة وما وآمنة حتى هذه اللحظات. لكن حذاري يا بن طويرش، غياث قادم مع الشاهينية والشاهينية وأيضا الفيلسوف يبى ينضم إلى المعركة. دير بالك يا بن طويرش، الظبي لا زالت على المقدمة، لا زالت على المقدمة، والعصا في البطانة وهي لا زالت تقدم أحسن عروض في هذا المساء. أسم على مسمى في هذه الأداء، انطلقت في هذا الشوط، بدت تسرع، بدت تطير، بدت تحلق عندما لاحت المنصة في عيونها، أقلعت على أرضية ميدان المرموم. بنقول يا بن طويرش، حرك حرك حرك، غياث قادم، الفيلسوف قادم، هجن العاصفة، هجن الرياسة، هجن البشاير على المقدمة. روح يا بن طويرش، قلوبنا وياك، قلوبنا وياك، انتابع الظبي. لكن العاصفة مع غياث قادمة، الشاهينية مع الفيلسوف لهجن الرياسة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، بدأت تحلق، بدأت تطير. الظبي إلى أهالي السلطنة، إلى أهالي بشاير، غياث قادم، دير بالك يا بن طويرش. العاصفة، 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 عصفت العاصفة، غيرت، انتقلت. سلام يا فزاع، سلام يا غياث، تهانينا لهجن العاصفة. المركز الثاني الظبي لهجن البشاير، المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة، المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى الأمتار الأخيرة، والظبي كانت صامدة. لكن غياث
مع هجن العاصفة عصف في الأمتار الأخيرة، وهي تحمل رقم واحد وتصل في رقم واحد في زمن وقدر 8 دقائق 59 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الغياد الهلالي. وهنا الظبي ايضا ما قصرت، قدمت عرض ما فيه الكفايه، 8 دقائق 59 سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن البشاير، تهانينا ايضا للمضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي والذي وصلت في المركز الثالث الشاهينيه، 8 دقائق 9 دقائق 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرياسه، تهانينا ايضا للمضمر الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي. تهانينا للجميع على هذا الاداء المتميز مع هذه الشعارات المتميزة، شعار امبراطورية هجن العاصفة، شعار البشاير، شعار هجن الرياسة. استمتعنا في هذا الشوط، شوط الاول، شوط المنافسة، شوط التحدي، لكن في النهاية الكلمة صارت للعاصفة مع الشاهينية. تهانينا والناموس.